كتير، خليني انزلكم تحت شوي. اوكي كتير حبيبي، هذه هذا طقم سكي يعني كالعاده، اي شيء اشتريه لازم اودي خياط لاصله. حبيته لانه هيك خفيف كتير باللبس، وبنفس الوقت خرج مثلا طلع على المول شيء خفيف، والوانه فيري فيمينين وفيري هيك بتحسوها سمري. فهيدي كمان من القطع، هلا رح برجيكم باقي القطع. اوكي من القطع كمان اخذت بنات، هو هيدا الاوتفيت كمان كالعاده تكوني لازم يروح الخياط، بس كتير حلو فلوي هيك سمري، خرج البحر كتير خفيف فوق ما بتتخيلوا. سو كمان هيدي القطع رح نزلكم رابطها بس خلص، هلا رح فرجيكم باقي القطع. اوكي بنات هيدي هي اخر قطعة، جمب سوت اوف شولدر احمر كتير حلو للايفنتس وهيدي القصص، وفي هيك منه كيب بس في هيدي القطعة هيك نازل totally up to you، فيكم تشوفوها اذا حابين. طبعا هي بفضل هي موديلها اصلا ورا، بس يعني كمان اذا واحدة ما حابة انه يكون اوف شولدر فيها تحطه بهذا الطريق بهي الطريقة، فيك يعني تطلع كمان كتير حلو وراح يبرز منطقة الخصر اكثر. انا كتير حبيت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.